إذا يا إخواني يا أخواتي متتبعي قناة شوف تي في فرحة عارمة تجتاح الجالية العربية بصفة عامة، ما كاينش استثناء شي كلمة. راني فرحانة 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 ما كنتصورش. فيف لو ماروك، ألف مبروك علينا على ملكنا وعلى الشعب المغربي وكل الدول اللي كتساند المغرب، افريقيا كلها، الدول العربيه، الدول الاسلاميه وحتى الدول الغربيه. ان شاء الله كاس العالم 2022 مغربي ان شاء الله. ان شاء الله فرحانين بالمغرب. فيف لو علي 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 فيف لو ماروك. فرحانين بزاف بزاف، واحد الفرحه ما كتصورش. الجزائريين التونسيين كاع العرب اللي دعموا المغرب في هذا المونديال هذا واللي شرف كاع العرب، وكنحمدوا الله ونشكروا على هذا الانجاز هذا العظيم. اذا يا اخواني يا اخواتي متتبعي قناه شوف تي في، البروده ديال الاجواء على باريس تحولت لواحد درجه الحراره، اذا ما قدرناش نوصف لكم الفرحه ديال الجاليه العربيه بصفه عامه من هنا من جادة الشونزيليزي بالعاصمة الفرنسية باريس. إذا بقاو معنا ما تزابيوش، غادي نمشيو إن شاء الله نواكبوا الاحتفالات ديال الجالية المغربية هنا. واش في انا فرحان جيسبر لا لا دي فاش لا قال لي كنت لا خاص لانجلتير جيسبر قال لك كل مود ان شاء الله. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui le Maroc il a gagné et je fais partie de ce pays et je suis vraiment très très contente. Je suis contente que le Maroc il ait gagné, je suis fière d'eux et bravo. Bravo le Maroc. Vive le Maroc. Vive le Maroc. على هاد لا فيكتوار ديال المغرب و اون ريوسي غراس على ديفونس دو نوت بيي. لان واحد لا ديفونس واعره زوينه زوينه، لو دو توجور غاردي هاد لا ديفونس، وان شاء الله اون اسبوار دو غاني اي دو غاني لا فينال ان شاء الله. شكرا شكرا كولوار كراكي، الحمد لله المنتخب جا من بعيد اي فرحونا كاملين. انا سوي ميرسي شكرا اي فوالا ان شاء الله فرحنا ربحوا حتى هو لاكم جيمون تنعاد العرس. فرحانين بزاف واجب الوطن الله الوطن الملك الله، وحنا يا فرحانين بزاف وحنا يا فرحانين بزاف الله على الوطن الملك. شكرا وليد الكراكي ان شاء الله دومي فينال مع فرنسا، اسمحوا لينا غنغلبوكم وندوزو النهاية وغنكاس العالم المغربي ان شاء الله. الله الوطن الملك. نحن افراد الجالية المغربية المقيمين بباريس فخورين بفرقتنا المغربية واختصاصيا انا ولد الجالية المغربية اليهودية هنا بباريس مقيمة بباريس. هنيا للفريق وهنيا لكل المغاربة. كنقول شكرا شوف تي في بزاف، ساعدنا دائما في ما مشينا، دائما معنا باش توصلنا الرساله ان شاء الله. دابا من هذا المنبر كنشكر بزاف سي وليد الركراكي، بونو، حكيمي، مرابط، بوفال، ونصير كامل والمنتخب كامل لواحد وما يخرجش. بارك الله فيكم، شكرا بزاف وان شاء الله لا فيكتواغ تاع لا كوب دي موند. وي كيشاك المنتخب Il était magnifique. Ah. Il était magnifique. T'es fier d'être marocain? Bah ouais, je suis très fier. On pouvait marquer plusieurs fois, mais malheureusement on a raté. À la fin, on a quand même gagné. Je pensais pas qu'on allait gagner. Dès que Ronaldo il est rentré, le match il a changé. Le Portugal il a failli marquer combien de buts, je sais pas. Mais on est resté fier et la défense elle était magnifique. My name is Leah from Israel. And now we are very happy that Morocco win. In Israel we love Morocco and all the people and the peace and the king. Happy Morocco win in football. Thank you very yes, much. Yes, we are very happy. Morocco is very nice country and good people. Thank you very much. Yeah, we love Morocco and we are very happy that Morocco win in football. Happiness and healthy. أهلا التحية مني أنا أمل المواطنة الجزائرية
تحتفل اليوم بأحلى أحلى أحلى فرحة للأمة العربية. ولازم يفهم الشعب المغربي أنه مش ليه وحده، إحنا كلنا وراه وكلنا معاه للآخر، وإن شاء الله يا رب الكأس عربية يا رب. فريق المغربي لا تخاف، معاك كلنا معاك. زيد تفرج في ماتش المنتخب المغربي؟ وي. كيجاك الماتش؟ On est tous des frères, c'est la même nation, il n'y a pas de frontières. Algérie et Maroc, ça. On a fait le match, on a fait le montage de la Hélo. Je suis là, je suis là. راح يا سيدي المغرب ديما المغرب ديما الجزائر ان شاء الله. خاوه خاوه ربي يفرحهم. خاوه خاوه بيان سير صعب واحد. كيفاش شفتي الماتش ديال المنتخب اليوم؟ اون فيير دو نوتر ايكيب دو نوتر سيليكسيونير، الله يحفظهم ان شاء الله ويكمل عليهم بخير. فريمون سيتي اون جوا انورم انورم، فو بوفي با ايماجيني لا فيرتي اللي حسينا بها. ما داكشي ما نقدرش نصور لا بروف. روغاردي روغاردي هاد لي جون اللي عندهم هاد الروح الوطنيه. شاركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.